Bonjour 11. معكم مدام مها. Je suis à la page 10 بالبرودكسيون اورال بمنهاجنا الجديد. انا عند التعبير الشفهي. خلصنا كومبريهنسيون دو لورال، استيعاب شفهي، وجينا على التعبير الشفهي على الاكسيرسيس ا. هون هلا انا الشيء اللي اخذته بالاستيعاب الشفهي بدي احاول اطبقه وارسخ معلوماتي شفهيا اكثر. ليزي بيان سي انفورماسيون بريزونتي بار لو ديريكتور دون اسوسياسيون هومانيتير بور رامبلير لا غري سي دسو. اقرا جيدا هذه المعلومات المعروضه التي عرضها مدير جمعيه انسانيه لملء الجدول تحت. هون في عندي جدول بدي املاه. نقراه ونشوف. Notre association distribue du matériel de base et des soins médicaux. Nos bénévoles sont des médecins qui partagent les mêmes valeurs de solidarité et de bienfaisance. Nous visons à éliminer les maladies infectieuses dans ce village. Notre travail concerne surtout les enfants et les personnes âgées. Les entreprises locales et les personnes aisées sponsorisent notre mission. إذن جمعيتنا ديستريبيو بتوزع دو ماتيريال دو باز مواد الأساسية اي دي سوان ميديكو وعناية طبية ورعاية طبية. الجمل متفرقات بس هن إذا جمعوا مع بعضهم بيعطوا بريزنتاسيون دون اسوسياسيون هومانيتير، بيعطوا تقديم لجمعية إنسانية. نو بينيفول سون دي ميدسان، المتطوعين اللي عندنا هن أطباء. كي بارتاج لي ميم فالور، بتشاركوا بنفس قيم دو سوليداريتي التضامن اي دو بيانفيزونس والعمل الخيري. Nous visons à éliminer, نهدف إلى إلغاء القضاء على les maladies infectieuses, الأمراض المعدية dans ce village, في هذه القرية. Notre travail concerne, عملنا يتعلق به، يعني موجه له، surtout خاصة les enfants et les personnes âgées, الأطفال والأشخاص المسنين. Les entreprises locales, الشركات، المؤسسات المحلية، et les personnes aisées والأشخاص الميسورين sponsorisent، هن اللي عم يكفلوا notre mission، مهمتنا. كتير سهل الحكي هون. هلا l'objectif de l'association، بدهم مني أنا أقول لهم شو هو هدف الجمعية. شو هو هدف الجمعية؟ شو كان هدف الجمعية؟ خلينا نشوف شو عم بتقول. وين هدف الجمعية؟ لما بقول نو فيزون يعني notre but، يعني dans le but de، هدفنا objectif de l'association شو كان؟ هو إلغاء الأمراض المعدية في هذه القرية. طبعا أنا هي ما بدي أحطها نو فيزون، لا، بس أنا بس عم بشرح لكم هي معناها لوبجيكتيف دو لاسوسياسيون. هدف الجمعية هو إليميني لي مالادي انفكتيوز دون سو فيلاج، القضاء على الأمراض المعدية في هذه القرية. بدهم مني شو هي لي زاكتيفيتي، النشاطات. شو هي النشاطات؟ النشاطات كانت، طلعوا بالبداية شو عم بيقول. نوتر اسوسياسيون، جمعيتنا، ديستريبيو، توزع دو ماتيريال دو باز، مواد اساسية، اي دي سوان ميديكو، ورعاية طبية. معناتها نشاطاتنا هي ديستريبيو، بحط لها اير، ديستريبيو دو ماتيريال دو باز اي دي سوان ميديكو. النشاطات هي توزيع هون، توزيع المواد الاساسية والرعاية الطبية. بدهم المومبغ، مين هنن المومبغ؟ مين اللي انذكروا؟ ما في غير اللي هنن دي ميدسان. لي ميدسان، هن المتطوعين، هنن ممرضين، يعني دي ميدسان بينيفول. ما بدي احط نو، دي ميدسان بينيفول، الاطباء المتطوعين هنن اللي قايمين في هذا الاعضاء، ان الاعضاء يعني لي مومبغ. طيب هلا بدهم لو بوبليك فيزي، لمين موجه هالعمل؟ لمين هي الجهه المستهدفه؟ مثل ما شفنا هون قال نوتر ترافاي كونسيرن، يتعلق
كونسيرني يتعلق يعني موجه عملنا بشكل خاص لل لي زانفون اي لي بيرسون زاجي والاشخاص المسنين الاطفال والاشخاص المسنين. طيب طبعا ما ضل غير الاخيره هلا مين هن لي سبونسور مين هن الكفلاء واضحه هون لي زونتربريز لوكال الشركات المحليه اللي بيرسون ايزي والاشخاص الميسورين. ما في داعي اقول هن اللي عم يكفلوا مهمتنا، انا بجاوب بس بالشكل المطلوب. اذا بنرجع بنعيد بنقول انه لوبجيكتيف دو لاسوسياسيون اليميني لي مالادي انفكتيوز دون سو فيلاج لي اكتيفيتي ديستريبيو دو ماتيريال دو باز اي دي سوان ميديكو لي مومبر دي ميدسان بينيفول le public visé, les enfants et les personnes âgées. Sponsors, les entreprises locales et les personnes aisées. هذا التمرين. هلا بروفيتي دي زانفورماسيون سي دوسو، استفيد من هالمعلومات اللي انذكرت بور كومبليتي لا بريزونطاسيون دون اسوسياسيون هيومانيتير، لحتى نكفي عرض الجمعيه. هلا هون كانت عندي كلياتها الشيء اللي قريته كان كلياته عباره عن جمل متفرقه، بدهم من هالجمل هاي اكفي هون المعلومات تيطلع معي حكي تقديم لجمعيه انسانيه، وبقدر بستعين فيها اذا طلب مني أحكي عن جمعية إنسانية. منقول cette association fournit يعني عم بتوفرنا، يعني دون عم تعطي. شو عم تعطينا هالجمعية هاي؟ fournit le matériel de base et les soins médicaux. عم بتأمن الجمعية المواد الأساسية والعناية الرعاية الطبية. طيب نو فولونتير بارتاج، كتير سهل، المتطوعين اللي هن ميدسان يتشاركون. شو كانوا عم يتشاركوا؟ لي ميم فالور دو سوليداريتي اي دو بيانفيزونس، عم يتشاركوا نفس قيم التضامن وعمل الخير. نو زافون بور بوت، هدفنا كان، نو زافون بور بوت كان هدفنا مثل هي فيزي هدف الى او دون لو بوت دو، كان هدفنا نوتر بوت كان، شو كان هدفنا؟ هو اليميني نوتر بوت، نو زافون بور بوت ديليميني لي مالادي انفكتيوز، القضاء على الامراض المعديه. Le public visé de cette action, الناس المخصص لهم عمل هذه الجمعية سي لو جروب. هو هلا طبعا ما بدهم نفسها تمام، بدهم احكي عن جمعية إنسانية، وأنا عندي هون مجموعة ما بقدر أقول مجموعة الأطفال والمسنين أو كذا، لا أنا حطيت سي لو جروب دي بيي أون ديفلوبمون، مجموعة البلاد النامية. هلا بفرجيكم كيف كتبته. دي دونور ديفيرون نو زيد، وهناك مانحين، دونور يعني مانحين يعني متطوعين، مثل سبونسور الكفلاء مختلفين بيساعدونا بور، بيساعدونا بشو؟ بور سبونسوريزي نوتر ميسيون، لحتى يكفلوا مهمتنا. ومنشوف كيف انا كتبته. Cette association fournit le matériel de base et les soins médicaux. جمعية هذه الجمعية تزودنا بالمواد الأساسية والرعاية الطبية. Nos volontaires partagent les mêmes valeurs de solidarité et de bienfaisance. ومتطوعين بتشاركوا يتقاسمون نفس القيم، نفس قيم التضامن والعمل الخيري. Nous avons pour but d'éliminer les maladies infectieuses. هدفنا كان إلغاء الأمراض المعدية. شوفوا pour but 2، لا تنسوا 2. Le public visé de cette action, c'est le groupe des pays en développement. الشعب المستهدف لهذا العمل هو مجموعة البلدان النامية. Pays en développement, البلدان النامية. لأنه حاطين جروب، أنا لو ما حطوا جروب كنت حطيت ce sont les enfants et les personnes âgées. بس طالما حطوا جروب مجموعة، ما بدي بقول مجموعة الأطفال، حبيتوا تحطوا حطوا، أنا هيك ارتقيت لأنه ما حددوا إنه هي، ما قالوا إنه نفس الجمعية الإنسانية، لا أون حي الله.
الجمعية، والأخيرة دي دونور ديفيران نوزيت بور سبونسوريزي نوتر ميسيون. المانحين المختلفين ساعدونا في تمويل مهمتنا. أنا هيك جي فيني لا باج 10 بس ما خلص الإكسبرسيون أورال، في عندي كفايته راح أعمله في درس القادم. كانت معكم مدام مها، بتقول لكم أوغفوار إلى لا بروشين فوا، باي باي.